يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ، أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكن مهما أحاول مع كبر سني وكثرة مشاغلي، فهل من نصيحة لي لأحفظ القرآن؟ نعم اجتهد. الصحابة ما حفظوا القرآن لهم كبار، الصحابة حفظوا القرآن وهم كبار، ولكن الجد والاجتهاد والحرص والصدق والرغبة الصادقة وبتوفيق الله عز وجل هو الذي مكنهم من ذلك. فأنت اجتهد واحرص واسأل الله عز وجل أن يوفقك لتحقيق ما تريد مع بعض الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأنت افعل الأسباب واستعن بالله واسأل الله عز وجل أن ييسر لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة.